مرضى مقعدين سرطان غسلت له ما ضلش حدا ما زالت تتحركون استيقظوا يا رب المريا والناس. المئات من مرضى السرطان في غزة باتوا مهددين بشكل خطير، فهؤلاء المرضى غالبيتهم من الأطفال لم يتلقوا الجرعات الكيميائية الكافية منذ بدء الحرب، كما لم يسمح لهم بمغادرة القطاع لتلقي العلاج المناسب. نتعامل في مرضى السرطان بصعوبة جدا، بحيث أننا حتى لا نستطيع أن نكمل لهم بروتوكولات العلاج الكيميائي، حتى كمية نقل الدم تم استهداف العيادة الخارجية التي يتم فيها إعطاء المرضى الإجراءات الكيميائية. أكثر من ثلث مستشفيات غزة البالغ عددها 35 خرجت من الخدمة، والمستشفيات التي ما زالت تعمل مهددة بالتوقف. إسرائيل أطبقت الحصار على القطاع منذ هجوم 7 أكتوبر، قطعت إمدادات المياه والكهرباء والوقود، ومنعت دخول المساعدات، ما تسبب بكارثة إنسانية وصحية كبيرة تهدد آلاف الجرحى والمرضى بموت جماعي. نحن أمام هذا التهديد المباشر للمستشفيات، وخاصة مستشفى الرنتيسي والعيون والنصر للأطفال والصحة النفسية، والآن يتم التهديد المباشر لمجمع الشفاء الطبي. إن هذا التهديد هو عبارة عن قتل لآلاف الجرحى والمرضى في كافة مستشفيات القطاع. ومع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على غزة الذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 10,000 شخص، يتساءل أهل غزة إلى متى؟ هذول ايش عملوا؟ ناس مسخين عيانين بغسلوا كلها. هذول المدنيين يا عمي، احنا المدنيين. اليهود بيقول لك على المنطقه الامنه، لا يوجد منطقه امنه في غزه يا عمي.